مرحبا بكم جوهر اف ام، مرحبا بكم فضاء الفيراندا للدورة الرابعة لأيام الحرفي اللي هي باش قمنا بها بشراكة مع ديوان الوطني للصناعة التقليدية. باش نلقاو لهنا 40 حرفي من مختلف ولايات الجمهورية، عندنا العديد من الاختصاصات، الاختصاصات هذوما كما تعرفوا اللي التراث والصناعة التقليدية تطوروا برشا، تطوروا في المنتوج وفي الكاليتي وفي الإبداع زادة. يجاو بحذانا باش تلقاو لهنا منتوج مزيان ياسر متنوع، عنا من القروان، عنا من بيجة، عنا من سوسة، حرفيين حرفية سوسة زادة كيف كيف جابونا منتوجهم، هما مستنسين يشاركوا معنا، واليوم زادة كيف كيف زادوا عملونا كوليكسيون خاصة بالمعرض متاعنا. عنا كيف كيف لي برودوي دو تيروار اللي هما برشا أنواع متاع ماكلة اللي هي متطورة وحاجات بنين برشا. هذا بالنسبة لجناح الإكسبو فونت. بالنسبة الانيماسيون، عنا برشا انيماسيون للاطفال، عنا ورشات للديسان، مكياج، كاليغرافي هذيا للاطفال، وعنا مناج زادا غونفلابل اللي نجمو يتمتعوا بيه، وكل عشيه عنا ان انيماتور باش يتلهى بالصغيرات ويفرهدهم شوي. عنا كيف كيف من شو كوكينغ، كل يوم نطيبوا مع ليبيدور، دونك نطيبوا كسكسي، كسكسي اللي واخذه هي جائزه العالميه لفن ترتيب الكسكسي. مرحبا بكم، مرحبا بجوهر اف ام، هي المساند الرسمي اللي هما انتم عاونتونا من الدوره الاولى لليوم. نشكركم على حضوركم وان شاء الله نكملوا نهار الاحد. مرحبا بكم الناس كلها.